إليك وجهت يا مولاي آماني، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. اللهم تقبل. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. اللهم ربنا لك الحمد أهل الثناء والمجد، صل على سيدنا محمد وآله صلاة لا يحدها عد ولا حد. اللهم خفف عنا ثقل أوزارنا وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس، عدد نعم الله وأفضاله، والحمد لله رب العالمين. إليك وجهت يا مولاي آماني، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. اللهم تقبل يوميا مع فضيلة الشيخ ياسر القرشي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي.